اللي يحب لعبة زي دي لا يمكن يعرف يستغنى عنها. وأنا عمري ما استغنى عنها. عشان كده كل قضية بمسكها بتبقى بالنسبة لي جيم شطرنج. ده على كده شغلك أنت بتعمله بمزاج عالي. بستمتع بيه جدا. وكل قضية غير التانية. ساعات تقابل واحد هاوي حركة والتانية وتخلص منه. ساعات تقابل واحد غشيم تطمعه بأكلة والتانية يكشف لك الملك وبرضه تخلص منه. أنا ما بحبش لعب المبتدئين. نهار ما أحب ألعب لازم ألعب مع واحد واقف معايا على نفس السلمة، يكون محترف عشان نحترم ذكاء بعض والدور يفضل شغال ولغاية ما يخلص. أنت ما تعرفش مين اللي هيكسب، أنت ولا هو. أنت عارف أنا لعبت جيمات صعبة كتير قوي وكسبتها كلها، ما لقيتش لحد دلوقتي اللي يقف قصادي. يا باشا تلاقيك بتلعب مع حد من العساكر بتوعك، قصدي يعني ما لقيتش حد على نفس السلمة عشان يقف قصادك. لو ظني في محله يبقى اللي المفروض ألعبه قاعد قصادي دلوقتي. قصدك يعني على لعبة الشطرنج؟ وما؟ نلعب. أنا الشطرنج ده يا باشا أفيونتي ومزاجي. من صغري عمري ما خسرت دور. أما بقى لو حضرتك تقصد لعب من نوع تاني فهيبقى بايخ، لأن أنا ماليش في حاجة. أنا راجل ماشي في السليم وجنب الحيط. العب يا باشا. متخافش يا فتحي. أنا مش جاي أتهمك بحاجة. أنا بس لما عزمتك عندي في المديرية أنت ما كنتش عارف تتكلم براحتك. فقلت أجيلك لحد بيتك بنفسي عشان نتكلم براحتنا. راجل لراجل. وادي جيت ونورت وشرفت. اتفضل. انا عايز اتكلم معاك بشكل غير رسمي. يا لعبك يا باشا. يعني ايه بقى بشكل غير رسمي؟ يعني اي حاجه انت هتقولها مش هاخدها عليك، واي حاجه انا هقولها ما تحاسبنيش عليها. انت عارف يا باشا في نقلات كده بتخلي الواحد يلف حوالين نفسه، مبقاش فاهم يعني. فارد توضح. انت فعلا كلامك متظبط ومفيش اي حاجه عليك لحد دلوقتي، انت في السليم. امال حضرتك حارق بنزين وجاي لغايه عندي ليه؟ لسببين. الاولاني. السبب الاولاني عايزك تبقى فاهم ومتاكد ان اللي حصل معاك في المديريه ده ما كانش باوامر مني. جلت منك دي يا باشا. عشان سمعتك بودني وانت بتقول للظباط اللي تحت منك لينوا دماغه. لينوا دماغه. يعني هتوه، هددوه، اضغطوا عليه. مش ضرب وتعذيب. عمر الضرب والتعذيب ما كان اسلوبي في الشغل. بس للاسف واحد من الضباط اللي معايا فاهم الاوامر غلط، وانا عموما اتصرفت معاه. بص يا باشا، انا شايف طريقه لعبك. طريقه لعبك نظيفه، وانت ظابط شاطر ومالكش في السكه دي. بالظبط. سكه الضرب والتعذيب دي سكه العجز، سكه الضابط اللي مش عارف يثبت التهمه على المتهم. ودي الحاجة التانية اللي أنا جاي عشان أقول لك عليها. اللي هي؟ اللي هي إني مش هسيبك يا فتحي. هفضل وراك لحد ما أجيبك أنت والتشكيل العصابي اللي معاك. بس مش بالضرب والتعذيب. بأدلة وبراهين وإثباتات. هثبت عليكم كل الجرائم اللي أنتوا عملتوها. سرقة، سطو مسلح، قتل. لأني عارف ومتأكد إن أنت اللي ورا الجرائم دي كلها. ومش قادر تثبت حاجة. بالظبط. بس مش ههدى غير لما اشوفك انت ورجالتك في السجن ورا القضبان او متعلقين على حبل المشنقه وبالقانون. يا انت مالي ايدك قوي يا باشا ومليان مني قوي. بس بما اننا اتفقنا ان احنا نحترم ذكاء بعض، لو نقلت نقله غلط اسمح لي يعني اديك نصيحه. في الحاجات اللي زي دي ما ينفعش الاحساس خالص. في الحاجات اللي زي دي عايزه ادله ملموسه وبراهين وتحقيقات عشان خاطر تعرف تثبت التهمة على المتهم. في دي عندك حق. صحيح مفيش أدلة ملموسة وتحقيقات وبراهين، بس في شبهات، في حكايات. الحكايات. تعرف يا باشا أنا طول عمري بحب أسمع حدودة قبل النوم، وزي ما أنت شايف كده أنا قاعد لوحدي وما بصدق كل فين وفين يجي لي حد يحكي معايا كده ويونسني. طب إيه رأيك أحكي لك حكاية؟ يا ريت. هحكي لك حكايه كمبيوتر صغنن كده مدوخنا.
كل شوية يتفتح تحصل مصيبة وبعدين يتقفل. الكمبيوتر ده اتفتح وكان بيدور على نمرة واحد ولقوه في المقابر. طبعا احنا كبسنا على المقابر، لقينا ايه؟ لقينا سيادتك واقف بمنتهى البراءة بتقرا الفاتحة على روح جيرانك. ايوه فاكر، وحضرتك دخلت عزيتني بمنتهى البراءة برضه. ايوه، وقضيناها بقى عزا على روح جيرانك، مش كده؟ الواجب واجب يا باشا، بس انا ليه اعتاب عند سعادتك؟ خير يا فتح؟ اوعى تقول لي عشان ما روحتش معاك الخارج. لا شكر الله وساعيك، بس اعتاب عليك عشان سبتني في المديريه مع الضباط صحابك يظبطوني، وحضرتك خرجت تسهر مع المدام. وهم ما صدقوا عملوا معاك الواجب بزياده، مش كده؟ اه. ايه رايك بقى في الحكايه دي؟ دي حدوته حلوه وملتوته، انا احب الحكايه الحلوه، ومن كتر حلاوتها خلتني اركز معاك. والله انا لو منك هعمل كده يا باشا. ما تيجي نبدل الاماكن يا باشا، يعني انت تبقى فتح المشتبه فيه مع حفظ المقامات يعني، وانا طارق باشا. عارف انت لو قعدت تحلف لي على الميه تجمد او من هنا ل100 سنه قدام انك في السليم، برضه مش هسيبك. شفت ازاي انا عندي حق؟ والله انا اشعرت من كتر ما صدقت. اه بس الحقيقه غير كده خالص خالص. انا راجل فعلا مستعد احلف لك على الميه تجمد ومن هنا لغايه السنه الجايه ان انا ماشي في السليم. لا انت بجد ظريف قوي يا فتحي، تصدق ان انت هتصعب عليا لما اشوفك متعلق على حبل المشنقه، بس ما تقلقش انا هعرف انت اتدفنت فين واجي اعمل معاك الواجب واقرا لك الفاتحه. بس الفاتحه بجد، مش زي الفاتحة الأمريكاني اللي أنت كنت بتقراها. الأعمار بيد الله يا باشا، ومحدش عارف مين يومه هيجي قبل مين، بس ربنا يديك ألف عمر على عمرك. لو أنت سبقتني أنا اللي هاجي أقرا لك الفاتحة. عارف ليه؟ عشان أنت النهاردة أول مرة تضحكني من قلبي من سنين. والله وأنا كمان يا فتحي، أنا كمان أول مرة أضحك كده من زمان. عشان كده هنشوف بعض كتير عشان نضحك سوا. طيب فرصة سعيدة يا باشا، وعموما عجل عربيتك عرف طريق بيتي، يعني تيجي تنور في اي وقت. هيحصل يا فتحي هيحصل، بس انت مش هتشوفني في بيتك بس، انا هنط لك في كل حتة لاني هعد عليك انفاسك. لو انت مراتي. معلش يا باشا القفية تحكم، اصل كده خانقة قوي. الخنقة دي مش هتفك غير لما اوصل للي انا عاوزه، بس انت بقى اوعى تخاف وتعتزل بدري، اوعى تسيب الجيم في اوله، ده الجيم سخن. عمري ما ابتديت جيم وانسحبت منه. انا متعود على المكسب يا باشا، الشطرنج ده بالنسبة لي مش لعبة عادية، ده لعبة حياة او موت. عشان كده عمري ما خسرت ومش ناوي اخسر ابدا. هيبان يا فتحي، كله هيبان. هسيبك انا بقى دلوقتي عشان عندي شغل في المديرية. اتفضل انستي. بتاعك يا فتحي ولا لا يا باشا؟ انا مش متجوز، بس دي بره الجيم خالص يا باشا. مفهوم يا فتحي مفهوم.